عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حمد ناصر الدوسري من الكويت. نعم فيك أستاذ حمد. طول عمرك. أشتكي طال عمرك من السمنة، كنت أنا سمين وجيت الدكتور الباطنية ونصحني على لبر اللي تخفف الوزن. ما شاء الله. والحمد لله شوفت عينك، نزلت أنا الحمد لله. كان وزني 100 وسويت أنا رجيم دايت، وصلت أنا 95 ونصحوني على الإبرة واستعملت الإبرة وصلت إلى 85 الحين. خلال الإبرة الاستعمال اللي استعملته يمكن شهر وأسبوع، شهر وأسبوعين، الحمد لله رب العالمين. وياك يرحم والديك. والله مذكور لي أنا واحد من الربع يمدح لي ولا عين المعاملة الطيبة وكل شيء طيب عندهم. لا ما شفنا المعاملة الطيبة والأخلاق الطيبة وما شاء الله عليهم. أنصحهم طال عمرك اللي الرجال المتين السمين اللي بينزل الوزن لا يسوي عملية جراحية ولا يسوي شيء، أنصح على دكتور الباطنية على اللوبر هذه والحمد لله رب العالمين. أشكرك أنت يا أبو فارس وأشكر جميع الدكاترة الممرضين ولا جاء منهم الكلام الزين والسمعة الطيبة.